اللي احنا بنتكلم عليه من زمان. زي ما انا اتكلمت هنا في النقطه دي، شوف لابائنا واجدادنا وقريبنا قاعدين تحت الشجره، بعد كده كان في الكلام ده، دول مجتمع مش مهم الدبل في ارض على صباح، واخد بالك؟ اللي امنا صرنا نرجع دي مره ثانيه، هم امثالنا، دي امه ودي امه. ولو تكلم الخلق ده لانتقدونا. يبقى في مثلا قول كان ثلاث عصافير بيتكلموا على الشجره، كان سمعتها من الشيخ عمر عبد الكافي، فسيدنا سمان سمعهم يعني، بس مش فاكر النص بتاعهم. كانوا بينتقدوا وجود بني ادم اللي هو افسد الايه المكونات الايه اللي ربنا خلقها للكون ده كله. فلو تحدث هؤلاء هذه او هذه المخلوقات لعلمنا انهم ينتقدوننا وهم في بحبوحه من عايش عنا. فكلها مجتمعات. مجتمعات هنا طبعا شايف الثقافه هنا في اليمن، النقاب شكله كذا وكذا، دي بعض ورش العمل دي في باكستان. هنا في التعاون ما بين المسلمين وغير المسلمين في بعض الورش اللي احنا عملناها، الاحترام المتبادل، الثقه المتبادله، سرعه الحركه، كل هذه الاشياء اللي احنا بنتكلم عنها ليه؟ الاليات هنتكلم عنها. بعد كده هو حريه الاختيار، التطوع، مفهومش ربحي، تحقيق الاهداف والغايات واضحه، استقلاليه، زي ما قلنا ينمو المجتمع المدني في عمليه معقده ومتجذره في محيط ثقافي متميز يصعب توجيهه والسيطره عليه من خارج هذا المحيط. واخد بالك؟ في حاجات كده بتحطها زي ما الناس بتكتب، اكتب انت كمان، ايه المشكله؟ يضم نوع كبير في الجامعات وصفاتها الرسميه والرسميه الى اخره. اتفضل. التنبؤ هو اللي بيكتشف المشاكل قبل ما تحصل. يقول لك والله الحته دي حصل فيها جفاف. كنت انا في اثيوبيا السنه اللي فاتت، كان عندهم حاجه اسمها داجو، اللي هو بيقول لك لو الراجل يبص على لون الجلد بتاعه بيكون فيه عاصفه جايه، يقول لك هتيجي عاصفه هنا بعد ساعه او ساعتين او ثلاث ساعات، فالكل يخرج ولا حد يحبس لمده ايه؟ ثلاث اشهر. بيبص على ايه؟ تغير لون الجلد بتاعه، واخد بالك؟ المناخ الثقافي اللي بايه؟ يمنع المدنس لا يزور ظهر الانباب الاحبار الحاجات دي كلها. اتفضل. ده في الصومال دي عندك ولا مش عارف فين دي؟ شكلها في الصومال كده. بيراقب اجهزه الدوله في فساد، مين اللي هيعملها؟ الخبره، مشاركه بمؤسسه التنميه على كافه المستويات. اتفضل. كل هذه الاشياء ايه بتخش معنا يعني تقديم الخدمات اللي زي ما اتكلمت، كل الكلام اللي اتكلمته موجود هنا بالتفاصيل الدقيقة لمثل هذه الفعاليات اللي هنتكلم عنها. واخد بالك؟ دورها بقى ايه؟ دور مؤسسة المجتمع المدني. واخد بالك؟ مصلحة عامة. واخد بالك؟ يجدد إرادة الشعب، مش فيه في حاجة حماية اجتهاد وتجديد؟ مين اللي هيجددها؟ طلعها من القيادات بتاعت الشباب، بتاعت النساء، بتاعت المشايخ، بتاعت العلماء، بتاعت الباحثين إلى آخره. تجديد، لما كانش الحركة ماشية هيبقى ما قاسي. واخد بالك؟ الاستفارة والاستثمار والتنمية في البشرية، الحفاظ على المصادر الطبيعية، مين اللي هيحمي المحميات اللي عندنا؟ واخد بالك؟ يحمي الطيور، يحمي الغابات، يحمي المياه، كإلى آخره يعني. بيكون منبر حر لإيصال الأصوات المظلومين، المقهورين. كل هذه الأشياء هي دور من أدوار مؤسسات المجتمع المدني. تحقيق امن وسلام المجتمع المواطن، الدفاع عن المجتمع والوطن في المحافل الاقليميه والدوليه، مهمه جدا. اغلب جمعياتنا ما بتعرفش تشتغل بره البلد. كلها تشتغل على ايه؟ على مستوى الوطن وبس. ما عندناش هنا بمخنا من يمثل الجمعيات والوطن في المحافل الدوليه، هذا الاراء المستقبليه للحضارات. توفير موارد جديده اضافيه تعين على التنميه، ايجاد خبرات جاهزه وقادره على العطاء، بناء علاقات دوليه تبني الصداقات والشراكات الخلاقه ما بين المؤسسات وبين المؤتمرات. احنا قلنا دي قبل كده. قلنا امثله بقى زي ما انا قلت قبل كده، الحاجات دي كلها هي المساجد والكنائس، مؤسسات دوليه، مجموعات الضغط، حملات الدفاع عن حقوق الانسان، نشطاء متعلمين مثقفين، جامعات خير، النوادي، كمل كده. مراكز زراعيه، مدارس، مستشفيات، كل هذه الاشياء تمثل أمثلة وليست للحصر ولكنها الايه؟ للمثال، الأمثلة يعني. اتفضل.
طيب ايه عناصر اللي بتؤثر في تطور المجتمع المدني ومؤسساته؟ اول حاجه المحاسبه. يا ابناء المجتمع عامه ما فيهم مستفيدين. اننا نعمل شيء نحاسب فيه بعضنا البعض. المال العام مش مال متاح او مباح. نمره واحد. الشفافيه. ها؟ يعني المال اللي عندك ده مش مالك. ده مال الفقير. لابد يكون شفاف في اصراف وانفاق. الاعتماد على مصادر التمويل الخارجيه دي بتؤثر سلبا وايجابا. لان دايما ثقافه المانح بتؤثر عليك سلبا وايجابا. واخد بالك؟ مساحه الحريه المتوفره تعمل بتاثر. هل انت بلدك فيها حريه فتنمو المؤسسات او ما فيهاش حريه فتتخلص عن المؤسسات. الموارد البشريه الكفوءه اللي عندها كفاءه الموجوده او نربيها احنا. ثقافه الانا انا 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 ثقافه الايجو اللي هي الحلقه بتؤدي عدم وضوح المرجعيات المحاسبيه نقص المعايير. احنا ماشيين من غير معايير. صحي الرئيس من النوم قال اعملوا كذا عملنا، نام قال اعملوا كذا عملنا، شاف المنام مؤامراته وزغلته بالليل وهو قاعد مش عارف بيلعب في صوابع رجليه فعملوا مشروع. واخد بالك؟ العشوائيه في اتخاذ القرار. هو ده الرئيس. واخد بالك؟ اللي هو رئيس الجمعيه يعني مش الرئيس الوطني. معانا عشان ما تزعلوش، عدم وجود النظام في دوله الشرطه، يعني اللي قاعد على الكرسي ما بيمشيش. الكرسي ده اصله فيه مسمار الاوز. ما يتفكش. وفي غيرها لازم كده. انا احافظ على مقدرات المؤسسه، انا الوحيد اللي احافظ عليها. خلاص؟ تزوج خلط الاوراق اللي دخل في السياسه على الانساني على الديني. مش قادرين نعمل شراكات مع بعضنا البعض، كل واحد عايز يشتغل لوحده. واخد بالك؟ المراه والشباب ما لهمش دور. يعني تلف المجتمع وثلاث ارباع المجتمع انت حاطهم في ايه؟ في البيت ما يعملوش حاجه. قوانين الرأي الحكوميه المعوقه، المفروض تتراجع القوانين. خطط والميزانيات مش موجوده وعدم الالتزام بالخطط والميزانيات حتى ايه الموجوده اللي كانت موجوده. علاقه من الجمعيه والمراجع الحزبيه والدينيه والعرقيه والفكريه لابد يكون فصل. فصل واضح، انا عمل خيري يبقى عمل خيري، مش عمل خيري بديل، عمل خيري بطرطور، عمل خيري بعمل قراري من غرفه ثانيه مش من غرفه مجلس الاداره بتاعي. ده كله ما ينفعش في مؤسسات المجتمع المدني. اتفضل. معايير الانسانيه الدوليه لازم نعرفها. انفاق على الادارات يعني هننفق كام؟ احنا بنقول احنا عايزين نوصل الجنيه زي ما هو، يبقى عمري ما هعمل برامج للتنميه البشريه. عمري ما هنجيب ناس عندهم كفاءه عشان يجيب الجمعيه. والجمعيه الدوليه اللي بتقول لك بصرف 5% و10% انهم متكذبين. مفيش جمعيه دوليه في العالم بتصرف اقل من 15 ل 20%. يبقى اعمل ده شغل الله يخرب ايه؟ الا اللي هنجيب بقى ناس المنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وماكل السبع ومواظبها عن النصب وما استقسمتم ايه الازلام الى اخره. واخد بالك؟ نسب الانفاق واخد بالك؟ ما اللي بيرسم صور لينا في الخارج؟ يعني احنا لابد نرسم الصور النمطيه لينا في الخارج مش هم يرسموها لنا. اهميه التنسيق مع الاخرين، علاقتنا بالعالم الافتراضي اللي هو السوشيال ميديا والحاجات دي كلها. طب نتكلم عن المحاذير، كنا قبل شويه لو حد عايز